بسم الله، تمارين حول ترتيب الأعداد الحقيقية لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 28، نعتبر العددين A و B. القيمة A راهي عندنا تما، ثم القيمة B. A تساوي 1 على 2 في 3 على 4 في 5 على 6 في نقط في 98 على 99. القيمة ب 2 على 3 في 4 على 5 في 6 على 7 في نقط في 99 على 100. بين أن A أصغر قطعا من ب. هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني، استنتج أن 1 على 10 عدد محصور قطعا بين A و ب. يلا انقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. يلا كالعادة أوقف تشغيل الفيديو ريثما تنتهي من إنجازه. صافي انتهيت، يمكن نبدأ عملية التصحيح. يلا على بركة الله نشوفوا التصحيح. عندنا A تساوي 1 على 2 في 3 على 4 في 5 على 6 في نقط في 98 على 99. ب تساوي 2 على 3 في 4 على 5 في 6 على 7 في نقط في 99 على 100. لنبين أن A أصغر قطعا من ب. إذن لاحظ معي الجداء الذي يمثل A والجداء الذي يمثل ب. نشوف العنصر الأول، هنا عندنا العدد الجذري 1 على 2، هنا عندنا 2 على 3. وانظر مرة أخرى، هنا 1 على 2 وهنا عندنا 2 على 3، ثم هنا 3 على 4، هنا 4 على 5، هنا 5 على 6، ثم هنا 6 على 7، وهكذا إلى آخر عامل. هنا عندنا 98 على 99، هنا عندنا 99 على 100. تأملت هذه الأعداد؟ يلا دركا نسجلوا الملاحظة اللي غادي تساعدنا على إنجاز البرهان. لاحظ مرة أخرى، هنا عندنا البسط 1، هنا المقام 2، تنضيف 1 إلى البسط فنحصل على المقام. هنا المقام 2 أو البسط 2، أضفنا إليه 1 فأعطانا المقام 3. هنا غادي تفكروا التمرين اللي نجزنا قبل قليل، أو اللي تبعد التمرين، أعتذر، اللي تبعد التمرين، يعني التمرين رقم 27، وكنا توصلنا فيه لواحد النتيجة مهمة جدا، هي هذه. نعلم أن N على N زائد 1 أصغر قطعا من N زائد 1 على N زائد 2. لاحظ هنا البسط هو N والمقام يزيد عليه بواحد. شتي البسط N، المقام هو التالي والعدد الذي يليه. هنا أيضا البسط هو N زائد 1 والمقام هو العدد الذي يليه. متفقين؟ هذا حسب نتيجة التمرين السابق، وراه عملنا لها برهان. إذن ماذا يمكن نقول عن 1 على 2 مقارنة مع 2 على 3؟ شوفوا واش تيخضعوا لنفس القاعدة. بالفعل العددان 1 على 2 و N على 3 يستجيبان لهذه القاعدة. غادي نسجلوا هذه المعلومة. 1 على 2 أصغر من 2 على 3. انظر هنا عندنا N وهنا عندنا N زائد 1، هنا عندنا N زائد 1 وهنا N زائد 2. تلاحظ الصيغة التي كتبت بهذه العلاقة تستجيب إلى هذه الصيغة العامة. متفقين؟ وكذلك انظر 3 على 4 أصغر قطعا من 4 على 5. العدد 3 هو الذي لعب دور N. متفقين؟ إذن 3 هو الذي لعب دور N. هنا المقام 3 زائد 1 أي 4، هنا البسط 4 والمقام 4 زائد 1 اللي هو العدد 5. متفقين؟ وكذلك 5 على 6 كيف هو بالنسبة ل 6 على 7؟ صحيح 5 على 6 أصغر قطعا من 6 على 7، يعني استعملنا نفس القاعدة التي أمامك اللي هي N على N زائد 1 أصغر قطعا من N زائد 1 على N زائد 2. ونمشيو بهذه الطريقة حتى نوصلوا لآخر عامل اللي هو 98 على 99 بدوره أصغر من 99 على 100. متفقين؟ الآن سنضرب هذه المتفاوتات طرفا بطرف فنحصل على النتيجة التالية. إذن الجداء الذي يمثل الطرف الأيسر
أصغر من الجداء الذي يمثل الطرف الأيمن من هذه المتفاوتات. وهكذا توصلنا إلى الحل، النتيجة النهائية أو استنتاج الجداء الأول يمثل A والجداء الثاني يمثل B. تبقي نكتب هذه النتيجة، ها هي A أصغر قطعا من B. تبقي نواصل. لنستنتج أن A أصغر قطعا من 1 على 10 و 1 على 10 أصغر قطعا من B، أو 1 على 10 عدد محصور قطعا بين A و B. غادي نطلق من النتيجة السابقة اللي هي A أصغر قطعا من B، وسنضرب الطرفين في A، تصير الكتابة على أدنى A في A أصغر قطعا من A في B، أي A أس 2 أصغر قطعا من A في B. ثم نعوض A في B تعني 1 على 2 في 2 على 3 في 3 على 4 في 4 على 5 في 5 على 6 في نقط في 98 على 99 في 99 على 100. تبقين؟ إذن فقط عوضنا A بقيمتها وعوضنا B بقيمتها ورتبنا الجداء على هذه الكيفية. تبقين؟ إذن كما ترى هناك إمكانية الاختزال. تلاحظ هنا عندنا 2 نقدر نختزلو ب 2، ثم هنا نقدر نختزلو ب 3، ثم هنا يمكن نختزلو ب 4 هكذا، ثم 5 وهكذا دواليك. إذا 98 تاهي تمشي مع العدد اللي قبل منها، و 99 غادي يمشي مع العدد الذي قبله. ماذا سيبقى؟ نعم، يبقى لنا فقط 1 اللي في البسط و 100 اللي عندنا هنا في المقام. تبقي إذن هذا ما سيتبقى من الجداء. إذن A أس 2 أصغر قطعا من 1 على 100، والعدد 1 على 100 نقدر نكتبه على شكل قوة، أي A أس 2 أصغر من 1 على 10 الكل أس 2. تبقي نزيل أس 2 من الطرفين، فماذا سيبقى؟ نعم، سيبقى A أصغر قطعا من 1 على 10، عندنا خاصية حول هذا الشأن. إذا كان A أس 2 أصغر من B أس 2 فإن A أصغر يساوي B، بشرط يكون A و B عددان حقيقيان موجبان. إذا الآن الجزء الأول من هذا التأثير توصلنا إليه، هو A أصغر من 1 على 10، إن هذا الجزء توصلنا إليه. بقى لنا الجزء الثاني الذي يكون التأثير، نمشي إليه مباشرة. نعودوا نرجعوا للفكره ديال A أصغر قطعا من B، وفي هذه المرحله غادي نضربوا الطرفين في B، تصل الكتابه A في B أصغر قطعا من B في B اللي هو B أس 2، هاهي نكتبوها. ثم نعوض A في B هو الجداء الذي ترى امامك اللي بدوره أصغر من B أس 2، وكما ترى نفس عمليه الاختزال اللي شفنا سابقا تتكرر هنا. هاهي اعتذر هنا. إذن كما ذكرت هناك عملية الاختزال، فيبقى 1 على 100 أصغر قطعا من B أس 2، أو 1 على 10 الكل أس 2 أصغر من B أس 2. بمعنى ماذا؟ نعم، بمعنى أن 1 على 10 أصغر قطعا من B. الآن نجمع المعلومات التي توصلنا إليها من 1 على 10 أصغر قطعا من B و A أصغر قطعا من 1 على 10. نستنتج ماذا؟ نعم، نستنتج أن 1 على 10 هو عدد محصور قطعا بين A و B. متفقين؟ انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.